شفتوا ان خد التحام في الجانب الايمن، ادي كرة عرضية خطيرة جدا جدا، ولكن لسه الراسية، وادي هدف، ادي هدف اول من خلال الكرات العالية عن طريق فريد المطري اللي قلت لحضراتكم اتولد في سويسرا، ولكن النهاردة بيفتتح التسجيل ويدي السعادة والاطمئنان لعناصر الترجي التونسي والعناصر اللي دفع بيها فوزي البنزرتي. قلب الدفاع فريد المطري، اللاعب اللي انتقل من لوزان الفرنسي الى الترجي التونسي، ادي الركنية وادي الحوارات الفضائية المميزة جدا جدا للكرة في شمال افريقيا بشكل جيد. ادي كرة مرة تانية وبيلعب فلات دفاع الترجي التونسي، بيلعبوا على مصيدة التسلل، وادي عرضية حلوة، وادي فرصة جول 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 جول، وهدف، هدف عن طريق عبد الرحمن اليامي اللي بيقدمنا لقطة وراسة جريزمان، بيحط هدف التعادل في الدقيقة 49 علشان ردة الفعل مشاهدينا من جانب الزعيم والموج الأزرق بيظهر في ملعب الجيش المصري عن طريق الهداف عبد الرحمن اليامي. ادي التقدم وادي عرضية نايف كاريري، ادي الكرة عدت من عقائم الاول عبد البايرن ميونخ، ادي ركنية مرة تانية لمصلحة الترجي، وهدف، هدف تاني، هدف تاني، وكلمة السر الركنية، كلمة السر ركنيات الترجي، وادي الفرحة والسعادة، وهيثم لجويني بيضع الهدف الثاني لفريق الترجي التونسي مشاهدينا في الدقيقة 58. ولكن الكرات الثابتة واستغلال الكرات الثابتة، ادي اللقطة اصطادها هيثم لجويني وغمزها، غمزها غمزة ذكية جدا جدا، خدها بالقدم اليمنى وغمزها على طول. مرة تانية كورة لمصلحة الهلال، والمتقدم اللاعب فهد الرشيدي، هيعمل ايه فهد؟ هل يعدي؟ عايز يعدي ويلعب عرضية، ادي كرة حلوة، جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني على الكلام، يا عيني على الكلام، ويا عيني على الفكرة، يا عيني على الفكرة الذكية والمرور والتسديدة القوية، تغالط الحارس علي الجمل علشان فهد الرشيدي بيضع تاني الاهداف بعد دقيقتين، بعد دقيقتين بيعود فريق الهلال السعودي. ولكن بص شوف، بص شوف فهد بيعمل ايه، تقدم وكان عنده الثقة ان هو يعدي، وعدى وسدد في الزاوية الضيقة تغالط ماهر، تمريرات ومحاولات، ادم عمل تمريرة حلوة، ودي تسديدة فرصة ومش ممكن، جول 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 جول، هدف، هدف ثالث، هدف ثالث لغيلان الشعلالي، ولكن الموال حلو، الجملة حلوة والفكرة حلوة، والمرة دي قربوا البعض بشكل جيد، وشغل فوزي البنزرتي بان في اللقطة اللي فاتت ديت بعد تمريرات واقتحام لعمق منطقة ال18. ادي التسديدة ارتدت بلياردو من القائم الايسر علشان تجد غيلان الشعلالي اللي ملقاش صعوبة ابدا ابدا.